في الآن النواصب الجدد، نواصب يعني الذين يناصبون أهل البيت العداء، هذا الآن لديهم تشكل جديد استفادوا فيه من الجرائم التي ارتكبها الطرف المقابل باسم أهل البيت. دعينا نتكلم بإنصاف، توجد جرائم ارتكبت باسم أهل البيت وأهل البيت منها براء. كان ردة الفعل العوجة، ما هي ردة الفعل العوجة؟ مثل الذي مثلا رأى الإرهاب الذي يمارس باسم الجهاد في سبيل الله، واحد يفجر نفسه، في ناس أبرياء ويقولون أنه شهيد وعملية استشهادية ومنتحر قاتل نفسه، ثم إذا رأى ذلك يقول هذا الجهاد جريمة. يا أخي مش الجهاد جريمة، الذي فعله هذا جريمة وهو مش جهاد. نفس الشيء الذي يرى أناس يسيئون التصرف مع الناس ويرون لهم حق التسلط على الناس بسبب أنسابهم الشريفة، فيقول لا ما فيش شيء اسمه أنساب وهذا أهل البيت ما لهم قيمة ولا لهم كذا. الطرفان هذان كلاهما متطرفان. هنا المشكلة اللي هي مسألة ردة الفعل المتطرفة. أمامي ناس متطرفين مارسوا جرائم في حق الشعب اليمني باسم أهل البيت، باسم النسب، باسم حق النسب، وهذا غير صحيح. يقابله أناس سيمارسون الآن جرائم أخرى باسم إيش؟ باسم أن نحن اليمنيين الأصليين وغيرنا مش هم اليمنيين، نحن الأقيال القحطانيين وهذا اللي جاءوا هكذا وما لهم في البلاد. الاثنين دعاة بغضاء، بغضاء، دعاة بغضاء، دعاة فرقة، دعاة تعالي. أنت متأذي من تعالي هذا بنسبه، أنت الآن رجعت تتعالى بنسبك أيضا. التعالي، الكبر، البغضاء، الكراهية، لا يمكن أن تبني أمة. ليس العلاج للإشكاليات التي نشأت من يستغلون نسبهم للإساءة إلى الناس أن ننفي قيمة، أن ننفي وجود أهل البيت. موضوع أهل البيت ثابت، محبتهم من الدين، بغضهم من نقص الدين. لن أخجل أن أقول هذا لكوني من أهل البيت فيقال أن يدعو إلى نفسي. محبة الصحابة وبغض الصحابة، بغض الصحابة من قلة الدين. الأدب مع الصحابة واجب، لا لأنهم معصومين ولا لأن أهل البيت معصومين. نحن أهل السنة لا نرى عصمة لأحد، لا لأحد من أهل البيت ولا لأحد من الصحابة. العصمة للأنبياء، لأن العصمة متعلقة بالبلاغ. فنحن نتأدب ونحب أهل البيت والصحابة لصلتهم برسول الله، هؤلاء لأنهم أهله وهؤلاء لأنهم أصحابه، ومن أحب أحدا وأجله احترم أهله وأصحابه من أجله، أحسنوا أم أساءوا مع رد إساءة المسيء ومنعه من أن يستمر في الإساءة. هذه القاعدة عندنا، ولا نخجل من بيانها. النبي يقول في الحديث الصحيح: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي. لن نخجل من بيانها. في نفس الوقت يا بني عبد المطلب اعملوا لأنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، من قصر به عمله لم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، اعملي لن أغني عنك من الله شيئا. فالأحاديث صريحة بأن من قصر به عمله لم يتم له نسبه، لم يكمل له ما هذا القصور شأن نسبه. يا لو سرقت، لا في أسماء ولا في شيء، لو سرقت فاطمة بنت محمد وحاشاها، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وحاشاها عليها سلام الله. هذه القاعدة، خلاص الصورة اتضحت، فالصورة أصبحت واضحة بالنسبة لي، اتضحت يعني. وخلونا نحن ندعو للحب، الحب أهل البيت، لحب الصحابة، لحب السابقين، لحب اللاحقين، لحب الجار، لحب حتى من يسيء إلي. أنا أحب كل إنسان يا أستاذ.